بقول لها هنرجع من الفاصل هتبداي تجمعي، قالت لي لا 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 انت جمعي واعملي اللي انت عايزاه، انا هقف اشرب نسكافيه. اخاف اخاف اعمل حاجه غلط والله. ما هو ده الصح، اغلطي ومش مشكله. لما تغلطي في مره وتيجي المره اللي فاتت انا عملت كذا فالمره دي اعمل كذا، فهتتعلمي. طب ما الواحد لازم يغلط عشان يتعلم. افتكرت حاجه، قولي. والله العظيم افتكرت حاجه مهمه جدا بمناسبه غلطتي دي. عملتي ايه؟ قولي. عملت حاجه تشاينيز كده عظيمه مره يعني. طب حلو. بس المقادير كانت عباره عن ايه؟ ربع معلقه شطه تقريبا او فلفل اسود. عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ حبيت اجود بقى. ايوه احط التاتش بتاعي. ايوه ما انا عامله. أيوة. لاصحابي بقى ومبسوطه ان انا اول يعني مش اول مره، عارفه المرات اللي بقول لك مره سحور من مره مزاكر. مره في السنه دي. ايوه. فعملته طعمه فظيع وبتاع، فقلت ايه اجود. المفروض ان انا اتبل الفراخ ببهارات معينه وشطه وفلفل ابيض وفلفل حاجات كده يعني، والمقادير قدامي اتقالت لي مكتوبه، ليه انا افتي بقى واجود؟ انا افتكرت ايه؟ عارفه اللي هو انا ايه، انت جايه تاكلي عندي فانا حباكي فعايزه ارحب بيكي اكتر فزود المقادير. فزود المقادير، ده فكري ان انا اعمل حاجه زياده يعني. زودت المقادير بقى. وعملتي ايه؟ عملتي ايه؟ كلتي منها؟ اه يا حبيبه قلبي، يعني بصي انت عارفه اول معلقه كده لقيتهم زنهروا وشهم احمر. زودت شطه وفي عرق كده بدا ينزل عرق، فانا لسه ما دقتش. قلت لهم في ايه حلو؟ قالوا لي اه بس مش شلل. عارفه الشلل حصل شلل في فانا جيت ادوق قلت يا نهار اسود، ده احنا هنروح المستشفى. ويوم ما تزودي في المقادير زودتي في الشطه. شطه بس، هو انت بتاكلي طبق شطه؟ طبق شطه بس. طيب.